أهلاً بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. أبطال مسلسل طائر الرفراف جوز داكانسو التي تقوم بدور جولجون وإمرا ألتوغ الذي يقوم بدور أورهان شهدا معاً للمرة المليار أثناء استمتاعهم بالعطلة سوياً في منطقة تشيشما في تركيا، حيث خصصا الثنائي إمرا وتشوزدا وقتاً لأنفسهما لقضاء عطلة في تشيشما قبل تصوير مسلسل طائر الرفراف بجزءه الثالث، حيث قام الثنائي إمرا ألتوغ وتشوزدا كانسو بزيارة أول مركز للفنون في تشيشما، وما زال الثنائي ينكران إنهما بعلاقة حب رغم تواجدهم الدائم مع بعضهم وتقاربهم الذي يؤكد أنهما بعلاقة حب. وهذه هي العلاقة الحقيقية الرابعة من مسلسل طائر الرفراف بعد مارت رمضان ديمير وأفرا سراج أغلو، بيرل بوزام وإرسين إرجي ودوكان بولات وسيلين أوز بيارك. هذا خبر اليوم، شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد، إلى اللقاء.